لست داخل محل للأحذية، بل لا أزال هنا في معرض سي اس بمدينة لاس فيغاس، وأمامي مجموعة من الأحذية الرياضية تبدو عادية، لكن هذا هو أول حذاء بالعالم مرتبط بتطبيق على الهاتف. جيلارد، لماذا نحتاج إلى هذا الحذاء الذي يضاء ويرتبط بتطبيق على الهاتف؟ الحذاء يمكن أن يكون مملاً أحياناً، ومن خلال أحذيتنا هذه أردنا الحصول على شيء أكثر متعة، شيء يمكنك مثلاً أن تتباهى به وأنت ترتديه بالليل وهو يصدر الأضواء. الأمر يبدو كأنك في احتفال يومي معنا. لكن تقنياً كيف يحدث هذا ويتم الاتصال بين الهاتف والحذاء؟ قمنا بابتكار تطبيق بحيث يكون الحذاء متصلاً به عبر البلوتوث، ما يسمح لنا بتغيير الكثير من الخصائص في الحذاء بفضل التطبيق الذي يعمل عليه. أخبرني عن مزايا أخرى، يعني ماذا يوجد داخل هذا التطبيق؟ من هذه المميزات مسار تعقب الأنشطة التي تقوم بحساب عدد الخطوات التي يسيرها الشخص، وحساب المسافة التي يقطعها خلال السير، وعدد السعرات الحرارية التي حرقها، وغيرها من الأشياء. هناك أيضا نظام الملاحة GPS الذي يرشدك إلى الطريق حال بدئك بالسير. بمجرد أن تضيف إلى التطبيق العنوان الذي تريد الذهاب إليه، يقوم الحذاء بإرشادك إلى الطريق الذي يجب أن تتبعه من خلال إصدار ذبذبات. فإذا توجب عليك الانعطاف إلى اليسار مثلا، فإن الحذاء الأيسر سيصدر الذبذبات. أما إذا كنت تقود دراجة، فهناك خاصية الضوء الوامض تماما كما يوجد في الدراجة النارية، وهذه الميزة توفر قيادة آمنة. يستطيع المستخدم أن يختار من بين 12 مليون لون، ويمكنه بذلك تغيير لون الحذاء كي يتناسب مع لون الملابس التي يرتديها أيا كانت. هل يزن كأي حذاء آخر؟ هذا الحذاء وزنه كوزن أي حذاء آخر، فالتقنية التي أضفناها له تزن 25 غراما فقط، لذا لا يشعر مرتدي الحذاء بوجودها.